الرحمن الرحيم. سادة الكرام، صباح الخير على الجميع، يا رب الصحة والسلامة والتوفيق للجميع. إن شاء الله هذه الأيام تقضي بخير وسلامة وبركة. ترتيبنا السنوي وجزء من التزامات الناس اللي يعني اختيار هذا الموضوع رايتنج بلوك، وبناء على توجيهات الوزارة أنه الأستاذ والأستاذ مساعد يعطون يعني مواضيع تخص الكتابة الأكاديمية. ولأن أنا يعني عفوا مستشعر، ما أعرف غيري هم مستشعر شوية، إنتاجيتنا بالكتابة نوعا ما مفروض تكون أحسن. فبالتالي من تبحث عن موضوع، أكو موضوع هو يسموه writing blogs، بس راح نحاول نشوفه ونحاول نغطي اليوم قدر الإمكان بشيء طفيف على سيمينار إن شاء الله خفيف على قلوب الطيبين أمثالكم. راح نمر بالبرزنتيشن مالتنا هذا، نمر على 4 محاور حقيقة. المحور الأول راح نعرف شنو هي الرايتنج بلوك، ومن ثم راح نشوف مين تجي، شنو أسبابها، وبعدين شلون نتغلب عليها، وشنو الأشياء بالعكس ما راح تساعدنا بالتغلب على موانع الكتابة. موانع الكتابة بالحقيقة هي حالة يمر بها يعني أي كاتب، كاتب سبع شوي نشوف كل أنواع الكتاب والمبدعين، أي إنسان يجيب عمل إبداعي تمر به هذه الحالة. بالحقيقة الإنسان من يدي يطلع إنتاج يفقد القابلية بالإنتاجية، إنه ينتج عمل جديد أو يصير عنده تباطؤ كلش عالي بالأعمال اللي تحت إيده، ما تطلع عنده إنتاجية. وهذا الموضوع يختلف جذريا، يعني موانع الكتابة جذريا تختلف عن قابلية الإنسان بالالتزامات وقابلية الإنسان بامتلاك المهارات. موضوعين يعني 3 مواضيع مختلفة. موضوع الالتزام، انه شخص هو ملتزم عنده التزام انه يكون ينجز هذا العملية، عنده كوميتمنتس، او شخص يمتلك المهارة ويقدر يطلع انتاج. الموضوعين اذا انسان ما عنده مهارة وما عنده التزام، هذا يعني هذا الموضوع ما له علاقة، يكون يجهز اموره، ذاك موضوع اخر، قضية التفرغ للعمل الكتابي او العمل الابداعي أو امتلاك مهارات الكتابة، موضوع ثاني. اليوم هنا راح أتناوله، لا أنا عندي المهارة وعندي قابلية والتزام أريد أنجز العمل، بس أكو أشياء تمنعني من أن يطلع عندي إنتاج. وهذه يعني الحالة تمر بها، يعني أنا عندي القابلية مرت الأخ وعندي الالتزام. تمر عندي 2، مثل ما قلنا، لو أفكار جديدة ما تجيني ما يصير عندي قابلية، ونشتر دائما أفكار الآخرين حتى بإنتاجيتنا ما تطلع عندي عمل إبداعي، أو أكو عمل تحت إيدي يمكن يستمر أعوام، ويمكن إحنا مرينا به، عندنا أعمال بحثية جزء طولت عندنا فترات كلش طويلة، مرت يعني وصلت سنة. وبالحقيقة يعني يجب التنبيه على قضية كلش مهمة، القضية مو قضية ما تنقاس بشقد أكو وقت صرفته وأنا ما قعدت كتبت، مو هو بالتايم اللي يمر واني ما كتبت. لا، بالحقيقة في بعض الأحيان أنا أكتب لكن إنتاجية ما عندي، والإنتاجية مثل ما نعرف فالشيء أنتج، يعني فالشيء انتهى. فالقضية هو شقد مر وقت واني إنتاجية ما عندي. فهذا الموضوع هو اللي يخصه، اللي يعني الرايتنج بلوك يخص عدم الإنتاجية. وهذا الموضوع حقيقة مو بس احنا نعاني منه، خاف واحد يجلد ذاته ويقول احنا بس احنا يعني دعنا نعاني منه، حقيقة كبار المبدعين والمتخصصين على مر التاريخ مروا بهاي القضية، تمر عليهم فترات، كتاب سيناريو، فنانين، رسامين، موسيقيين، كثير من المبدعين مروا بهاي القضية عبر التاريخ، وكان دائما من يريدون يعزوها يعزوها القضية إنه أكو قوة خارقة. هسه هاي بعد كل من حسب اعتقاداته، قوة خارقة ما تريدني أكتب، ما تريد توصلني إنه أنا أكتب. وهذه القوة الخارقة هسه كل من يسميها حسب ديانته، حسب معتقده. هذه القوة الخارقة مرت الأخ دفعت يعني نهاية القرن 19، كثير من طلعت المدرسة الرمزية، الفنانين الرمزيين بدل ما طلعوا، يعني كانت الناس ترسم مدرسة الواقعية، بعدين من طلعوا يعني هذول جماعة الرمزيين بنهاية القرن 19، أول شيء انتبهوا عليه، أو من الأشياء عفوا من اللي انتبهوا عليها
وسووها برسومات، معناها حاط فد نماذج من رسوماتهم، لان كان الشعر هو من الاسباب او الكتابات النثريه، وهي ناس مميزين عليهم، فمن تمر احداث يريدون يطلعون كتابات ما تطلع لهم، لا تطلع لهم قصائد ولا تطلع لهم شعر، فمثلوها بمجموعه رسومات يميزون بها هذه القوه الخارقه، هذه القوه اللي تمنعهم من الكتابه. بس فلسفه، هاي فلسفتهم بالموضوع. بالثمانينات وبالسبعينات بدأت، حقيقة هي بدأت قبل هاي الفترة، يعني أول من وصفها أحد العلماء الأستراليين اسمه أدموند بيرجل، هو اللي أول من وصف الرايتنج بلوك، بس قبل يعني كانوا مستشعريها ويعزوها لغير أسباب، بس كأعمال بحثية حقيقية، عمل بحثي حتى أميز بيه شنو الأسباب الحقيقية اللي تقف خلف عدم القدرة على الكتابة، على إنتاج العمل الإبداعي أو التباطؤ بالعمل الإبداعي، بدأت مجموعة بحوث، وهذه البحوث حقيقة ركزت على الفترة ما الكتابة وما بعد الكتابة، يعني بعملية الكتابة نفسها، ما أخذت الأشياء القبلها أول ما بدأت يعني بالسبعينات وكذا. فخلصت العدة نتائج، وطبعا اتطورت، أسامح يعني أحط مجموعة يعني إن شاء الله بالسلايدات الجاية، بس على العموم بالبداية لين ركزوا على هاي العملية حقيقة عزوها لثلاث أسباب، ومنهم بلجر عزاها لثلاث أسباب رئيسية. أول شيء الموشزم، اللي هي يعني التلذذ بالتعذيب، ماكو جلد الذات، واحد يجلد ذاته، أنا ما أدبرها، دورات الإنسان يحط نفسه بموقف ويحب يتلذذ بهاي، فمن ما يطلع عنده إنتاجية يحب هاي القضية، هذه واحدة من الأسباب بس حسب رأيي. السبب الثاني الرضاعة غير الطبيعية، سوى كان هيك يقول. والسبب الثالث هو قضية يعني عدم وجود الحب والعلاقات وهالسوالف يأثر، عندنا الأسباب الثلاثة اللي خلاهن. بتوالي يعني البحوث والدراسات بالفترات الأخيرة، خاصة بالفترات الأخيرة دون البحوث ما خلت شيء ما يعني مشت بيه، حقيقة توجهت المدرسة لسببين رئيسيات بدأت تميزهم. السبب الأول فشي نسميه احنا، انا قبل ما ادخل بالاسباب خل اوضح هاي النقطه، يقولون يعني بالكتابه، الكتابه وعمليه الابداع بشكل عام هي عمليه، عفوا الانتاج الابداعي، هي في الصراع بالمخ يصير بين اشياء ريشنال منطقيه، خطوات ثابته، يعني مثلا كل مثلا احنا عندنا بالبيبر من نريد نطلعه لازم يكون اكو يعني تسلسل، لازم يكون اكو مجموعه فحوصات، وهاي الفحوصات خاضعه على الهايبوثيسيس انا خليتها، وهكذا امور منطقيه لازم نجدها بالعمل هذا اللي راح يطلع. واكو في الصراع الاخ بالمخ يصير نسميه الانسبريشن، الالهام، اللي هو الرغبه بايجاد اشياء انوفيتيف، اشياء ابداعيه. فدائما يصير اكو صراع، اذا تغلب صراع الالهام على صراع الريشنال الانسان ما يقوم يطلع انتاج، لان دائما يتحجج. فاذا يعني كان هذا احد الاسباب انه الانسان كلش يروح باتجاه الالهام، دائما يطلع في الشيء كلش قوي ما حد ما واصل له وحد كذا، فيظل بهذه الامور وبالتالي تمنع الكتابه عنده وتمنع عنده الانتاجيه. وهذا السبب. وسبب ثاني هو الملهيات، الحقيقة الملهيات يوجدوها من أهم أسباب الإنتاجية، يعني يمكن إحنا خريجين برا كنا نقارن يعني إيش قد إنتاجيتنا بين برا وهنا، نشوف هنا الملهيات يمكن هي السبب الرئيسي، هواي عندنا نريد نشتغل خير من الله الملهيات. فبالحقيقة الدراسات بالفترة الأخيرة وصلت لنا الصراع بين الانسبريشن والريشنال، هذا الصراع بالمخ لازم الإنسان يوازن بيناته، لأن بس ما يوازن ما يطلع عنده إنتاجية. والسبب الثاني الرئيسي هو قضية الملحيات، هذا ما يمنع أنه كأسباب أخرى ممكن تأخر مثل الفيزيكال إلنس، إنسان مريض لأي سبب يعني عضوي، الحالات الإحباط، يعني هاي تكسر العلاقات والضغط، لأن العلاقات كلش مهمة للعملية الإلهام والكتابة، الضغوط المالية يعني واحدة من أهم الأسباب، ومنها السبب الأخير ممكن يكون حددت الدراسات اللي هو الشعور الدائم بالفشل.
هذا من جانب. من جانب آخر، ممكن نفس العمل اللي أنا دا أقوم به هو مانع للكتابة، كأن يكون مطلوب من عندي وقت كلش قليل، ما موجودة الأجهزة مالته، أكو فد نقص بالنتائج وجهاز واقف وهكذا. فهذا هم ممكن يكون أسباب، سبب من أسباب الكتابة. على العموم، هذه يعني طبعا معرفة الأسباب كلش مهمة حتى الإنسان يعرف نفسه. صراحة نشوف بالنهاية أنه لازم أنت تعرف شنو هي العلة حتى تبدأ تتجاوزها. من جانب آخر، ممكن تلخيص هذني كلهن اللي أخذناهن قبل شوية، مجموعة الأسباب، أسباب ثلاثة رئيسية. الأولى هو اختيار الوقت، اختيار الوقت غير المناسب. دائما الإنسان يبدي يختار وقت غير مناسب للكتابة. هسه ممكن أكو ناس قابليتها بالكتابة الصبح تكون أفضل، أكو ناس تكون بالليل أفضل، أكو العصر أفضل. كل إنسان يعرف وين الوقت المناسب للكتابة، اختيار هذا. اثنين، سبب ثاني، قضية الخوف، خوف من الفشل. هذا بالحقيقة يعد أهم سبب. أكو ناس كثيرة حتى مو بس بالكتابة عندها هواية أعمال إبداعية، لكن قضية الخوف هي اللي تمنعها من أنه تطلع هذا العمل، خوفاً أنه يكون هذا العمل غير متكامل. والقضية الثالثة الرئيسية، البيرفكيشنز، اللي هو إنسان يريد كل شيء بيرفكت. كثير من الناس أنه يحس إذا هذا ما يصير إلا هاي القضية تصير، وبالتالي يريد كل شيء بمقدار. وهذه القضية قد تأخر كلش كثيرا، أنه بعض الأمور، يمكن أنا حاط صورة، هذا واحد داعي يقص الحشيشة بالمليمات، فهذا يمكن التعبير أنه دائما نريد كل شيء إلا بالدقة العالية، وهذه القضية ممكن تكون تأخر بشكل كلش عالي. من الناحية الطبية، إيش داعي يصير بالمخ؟ حقيقة الظاهر، هسه أنا ما استعانيت ببنتي حتى تفهمني هاي القضية، لأن مو كلش هذا قريت الموضوع، احتاجيت أحد يعاوني. ظاهرا الإنسان الأعمال الإبداعية والتفكير للأشياء اللي ما مر به، اللي هو إبداع، لأن شيء ما موجود، دائما يصير بقشرة المخ. قشرة المخ هي المسؤول عن هاي القضية. الله سبحانه وتعالى من إبداعه، يعني قشرة المخ، هل هي هذه القضية؟ وقال أكو شيء إذا دا أشوفه دا أشر عليه، اللي هو الليمبك سيستم، يصير بالمخ بالداخل. الإنسان من يشعر بالضغط، بالخوف، بأي شيء سبب معين، المخ يلتهي بإفراز مجموعة يعني هرمونات وأشياء تدفع بالتفكير للليمبك سيستم، بهذا الجزء المركزي. وهذا الجزء المركزي، فبالتالي طبعا شنو هذا الجزء المركزي؟ الله سبحانه وتعالى مخليه خال بيه الاشياء الابداعيه، عفوا خال بيه الاشياء اللي بيها ميموري. يعني على سبيل المثال، دورات احنا ونسوق على سبيل المثال، وشايلين الموبايل وما نحس بنفسنا الا احنا وصلنا للمكان، انا بالطريق ما ادري شلون وصلت، شلون وصلت، لان اكو باللمبك سيستم، هذا الجزء المركزي، اكو ذاكره مخزونه تندل الطريق وتعرف الفعاليات. فبالتالي لين كنت تحت ضغط المكالمه صارت يعني اندليت الطريق وصلت. بالتالي من انسان يمر بالضغوط ذني، الخوف او عدم وجود الوقت او اي ستريس يصير اضافي، تروح حاله التفكير مالته ما يصير بالقشره، وبالتالي يفقد العمل الابداعي. على العموم، إذا عرفنا ذني أسباب موانع الكتابة، يعني من بالبحث عن شلون أتخلص من عندهم، حسب يعني تصفحي لهذا الموضوع ودورت بيه، ماكو فد خطوات يقول لك 6 خطوات تسويهن تخلص، راح تخلص من، أو 5 خطوات أو 7 خطوات خلص تسويهن أنت بعد خلص راح تصير كاتب مبدع، ماكو هيك شيء. القضية هي شنو؟ هي تدريب الشخص نفسه، أو يباوع وين النقاط اللي تساعده على تطوير قضية الإلهام والكتابة، ودائما بالمكافأة، دائما يكافئ نفسه. ولقوا إنه من مجموعة نقاط، هنا هسه راح ينذكر مجموعة نقاط هي اللي تساعد على إنه الإنسان يتجاوز هاي القضية. طبعا هاي بموجب دراسات، هي قضية مو هذا. رقم 1، قضية المشي، الاستمرار دائما المشي. سبحان الله، هذا السحر دائما يوصلون به الدكاترة لعدة عدة أمراض، يعني قضية المشي المستمر. الابتعاد عن الملهيات، هاي قضية الملهيات
يعني كود الانسان، يعني بدورات احنا نكتب واكو تلفزيون معلوق، او نكتب والموبايل مفتوح او كذا، هذان الملهيات كود يلقى له حل الهن، يبتعد عنهن قدر الامكان. القضيه الثانيه الثالثه دائما التفكير بالاشياء، يعني او السعي للاشياء اللي تخلي الدم يتحرك. زين، اكو عندنا هواي اشياء تخلي الدم يتحرك، اكيد جزء من عندها الالعاب، ولا من هالالعاب الرياضيه جزء منها تغيير البيئة. الإنسان إذا شاف نفسه بمكان بيئة، أنا أضرب مثال هنا، يقولون غرفة النوم على سبيل المثال، إنسان دورات لين يدري بيها غرفة نوم، هاي بيئة دائما ينعس، فبالتالي ما يطلع عنده إنتاجية، فيغير المكان مالته، يغير البيئة اللي يكتب بيها. قراءة الكتب تساعد كثيرا، الفري رايت، الكتابات الحرة، هيك كتابة بس واحد يكتب، مو إلا هذا العمل يصير عنده في التمرين والساعدة على الإنتاجية. السماع الموسيقى، وهي دعوة يعني لسماع الموسيقى السوفت ميوزك، بعد ما أدري شلون الجزء من عند الحلال والحرام، هاي يم دكتور جواد مو يمي. أكيد شرب المنبهات، من هال يعني الشاي والقهوة حسب الإنسان اللي يرغب له. ايضا نصيحه اخرى، قضيه الكرييتنج الروتين، انسان يسوي ينتبه يسوي له روتين يومي، فشي لازم يسوي يوميا، يلاحظ انه هذا الشيء يساعده على الكتابه، يساعده على الابداع، ينتبه على نفسه شنو هو. انا راح اضرب فد مثال هنا، حقيقه نبهني عليه احد اخواتنا، هو السيد ليث. السيد ليث فد يوم دا نمشي ودا يشتري كتاب، ف دا ينبهني، هو اشترى كتاب وقال انا ريحه الكتاب من اشتمها احس يعني انتعش. فشوي انا دا ادور، جذبتني هاي القضيه، دا ادور لقيتها هوايه ناس عندهم هذه القضيه. واحده من اسباب الكتابه، احنا خاصه ورا ما دخل الحاسبه، عندهم انتاجيه تصير كلش عاليه من يكتبون هاند رايتنج، من يكتبون بالحاسبه بالعكس. وعندنا ناس بالمقلوبي انتاجيته تزيد بالحاسبه، لان الحاسبه يعني صار عندها الهام اعلى بالانتاجيه بالحاسبه. والسبب انه مثلا الالوان، مثلا على سبيل الالوان تطلع بالحاسبه، دقه الخط وهكذا. كود انسان ينتبه على هذن الاشياء، شنو هي الاشياء التدفع؟ هل هي ريحه الورق؟ هل هي حجم الورق؟ هل هي الكيبورد وطبيعته، الحاسبة، كبر الشاشة؟ أكو أشياء روتينية إذا انتبه على نفسه يشوف شنو ويطورها، هذا راح تساعده بشكل كلش عالي. أيضا يقضي وقت يعني ويا الناس الإيجابيين، يبتعد عن الناس السلبيين اللي 24 ساعة يبكون. أكيد من الأشياء دائما الاتصال والتواصل مع الأصدقاء القدامى يساعد. وأيضا القضية ما قبل الأخيرة، من إنسان يفكر بقضية يعني عصب ذهني دائما يسويها منقطة، مو يكتبها أو يعيفها بس بمخه، يقعد يسويها على شكل بوليتس، على شكل نقاط ينقطها، وبالتالي تساعده بعملية الكتابة. والنصيحة الأخيرة هي الاستلهام من المقولات السابقة، وهنا يعني أنا حاطها بغير لون بس أتأكد عليها، دائما يخليها قدامه أو يتابعها دائما قبل ما يبدي، أو يوم دائما يذكر نفسه بهاي القضية. ويعني وكثير عندنا من المقولات بالقرآن الكريم، يعني حديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كثير من المبدعين والكتاب، تذكر الأشياء. مثلا كان مثلا الشيخ الرئيس، مش شيخ الرئيس اعتقد، او عفوا الطبري، يكتب 17 صفحه باليوم. محمد جواد مغنيه مثلا كان يكتب 7 صفحات باليوم. يتذكر او يراجع مقولات العظماء اللي تساعده او تلهمه بهاي العمليه. الجزء الاخير، شنو هي الاشياء اللي ما ساعدنا على ان نتخلص من الرايتنج بلوك؟ اوكي، رقم واحد هو جلد الذات. جلد الذات، يعني دائما انسان، انا يعني احنا بيئه مو زينه، واذا سوينا واذا كذا وش نسوي، احنا فاشلين، هاي الحقيقه ما تساعد مطلقا. ما تساعد انه انا ما اكتب الا يجيني الالهام، يعني اليوم مو جاهز، انا اليوم مو جاهز، باكر مو جاهز، هسه بعد شويه ما جاهز. لا، كل انسان يبدي باي لحظه ويحاول يطور هاي اللحظه الى ان يطلع عنده الانتاجيه.
ايجاد الاعذار ما تساعد مطلقا، دائما ها ليه صدق لين اليوم ملتهين، لين هسه كورونا، لين هسه كذا، ايجاد الاعذار ما تساعد. مساعد مشاهده التلفزيون، يعني خاف واحد يباع افلام حتى يعني ولا ما يخلص شو اسمه يعود يقوم، وهكذا التلفزيون لان من الاشياء اللي يعني تلهي بكل كلش من الديستركتيف كلش. وانا حقيقه احكي عن نفسي مثلا هواي نباوع بالمقارنه، كنا ببريطانيا كنت اشوف العوائل عندهم يعني داي اوف تي في بيوم واحد بالاسبوع يباوعون تلفزيون، احنا الاخبار نفسها نعيدها 6 7 مرات، بلكت الله قناه الشرقيه تقول غير قناه الحره، والحره تقول غير قناه ما اعرف منو، وهو نفس الخبر ونستهلكه ونضيع وقتنا بيه. وبالاخير من الاشياء اللي كلش متفيد ومن هاي المحاضره انه التركيز على البحوث والكتابات اللي تساعدك على تجاوز عدم الكتابه، يعني انسان كود مو يصرف كلش وقت هواي، كود يعرف هو ذاته نفسه هذني موانعي مالتي اتعرف عليهن، اوخر الملهيات واركز على هذه القضيه، استعين ببعض المقولات وبعض الاشياء الملهمه، استعين بالاشياء الايجابيين وخلاص، لا ظل اروح كلش هواي واقضي لي فتره طويله ادور على موانع الكتابه، وبالتالي هي طبعا عنها هو انا قضيه يمي شخصيه لسبب او اخر. بالحقيقة يعني أنا حبيت أختم بمقولة أنه يعني يوم الكتابة السيئة أنا يعني برأيي أنه سيئة أفضل من عدم الكتابة، بكل أي شيء خليه يطلع والقضية ممكن واحد يطورها. وشكرا جزيلا للجميع وآسف على طالب.